تشعر ان الرغبه في الفوز كانت اكتر من الشوط الاول، ضغط على المنتخب السويسري، لكن برضه ما كانش فيه كم كبير من صناعه الفرص، يعني ما كانش فيه اهداف محققه ضاعت من المنتخب البرازيلي الشوط الثاني. هو الماتش شبه شويه ماتش صربيا بصراحه، شوط اول وحش ما فيهوش فرص كتير، يمكن فرصه الوحيده ليهم الشوط الاول، الشوط الثاني تحسنوا وبرضه الجون اتاخر، يعني الجون الاولاني اتلغى الاوفسايد وبعدين جون تاني اتاخر. مين قال لك ان هي اوفسايد؟ الحقيقه قبل حتى يعني المعلق ياخد قبل خاصيه الذكاء الاصطناعي. مظبوط الحقيقه، يعني انت قلت الايمن يا جماعه، اول واحد قال والله احنا قاعدين بنتفرج على الكره دي اوفسايد. انت وكريم معني تقول اوفسايد ايه يا ابني؟ انا ما كانتش باينه، برافو عليك حبيبي. ف القصه كلها ان دلوقتي البرازيل عندها مشكله اتكررت مرتين، الشوط الاول ما قدرش يسجل، الشوط الثاني بيبدا يعمل تغييرات فالفرقه بتتحسن. فهي مش قصه بس ان انت المدرب بيتدخل فالفريق بيتحسن، هي السيت اب من الاول في مشكله. يعني هو احنا بين الشوطين توقعنا خروج فريد، فعلا فريد خرج بس خرج متاخر، التغيير اللي كنا بنتكلم عليها هو طلع باكيتا ونزل رودريجو. ورودريجو ممكن يكون هو الحل اللي هو بيدور عليه بقى في غياب نيمار، ان اللعيب اللي يلعب في الحته بتاعت قلب الملعب ويبقى عنده حريه يتحرك. هل ده المكان المناسب وفقا للاداء اللي شفته رودريجو الشوط الثاني؟ عمل ماتش كويس، يعني شايف رودريجو عمل ماتش كويس جدا، عمل ماتش كويس جدا في نص الملعب. انا شايف ان هو اكتر لعيب ممكن يسد الحته دي مع نيمار، او كان زق باكيتا لعبه 10 صرف، هو ما لعبش باكيتا وسحبه بين الشوطين، واللي اخذ المكان ده كان رودريجو. وبعد كده طلع فريد التغييره الثانيه اللي عملها، وتغير اتغيرت يعني ثلاثي نص الملعب اتغير تماما، كازيميرو فريد باكيتا، فريد باكيتا اللي بره بقى كازيميرو وبرونو جيمارش اللي عمل ماتش كويس جدا ولعيب كوره حلوه. نزول برونو جيمارش لعب الفرقه كوره شويه نص الملعب، يعني فنيا اعلى بوجود برونو جيمارش من فريد. انا طبعا يعني اكيد هو كورته احلى، واكيد هو لعيب بيعرف يطلع بالكره اكتر، ولعيب عنده البروجريسيف باسز والتمريرات اللي بتكسر الخطوط والحاجات دي، لعيب كويس جدا يعني. لكن انا بشوف ان مش بس بنزول برونو جيمارش، هو كمان نزول رودريجو. بصراحه انا شايف رودريجو فرق معاهم كويس جدا، ادهم تقل اكتر في نص الملعب، ولا باكيتا كان بيطلع يلعب ايمن كانه بلاي ميكر، ولا فريد بيعملها ولا كازيميرو بيعملها، فكان عنده مشكله في الحته دي، في الحته بتاعت الابداع او الحته اللعيب اللي يقدر يستلم ويحرك رتم الفرقه. واديك شفت الجون، رودريجو بيروح يقرب هو اللي يحط الكره لكازيميرو، وبص الجمله اللي اتعملت دي، كازيميرو رايح فين؟ انت بتتكلم عشان البرازيل بتهاجم، ما عندهاش ازمه ان انا النهارده العب بكازيميرو وبرونو جيمارش هوقف واحد واطلع الثاني، لا، لما بيتاخر في النتيجه او بيبقى عايز هو اللي عايز يكسب الفرقه بتندفع، وكازيميرو كمل لحته. اديك شايفه موسم مكمل لغايه فين، المباراه الاخيره بتاعت صربيا حط كوره ببطن رجله على حدود 18، الراجل بيطلع يكمل لقدام. كازيميرو ايه السبب في تباين مستواه ما بين مانشستر والبرازيل بالشكل ده، رغم ان اللي بيلعب جنبه في مانشستر فريد هو في البرازيل، ولو ان في مانشستر مش هو اللي بياخد قوي، يعني في الاغلب بيبقى اريكسن وماكتوميناي في بعض الاحيان. بص هو كازيميرو في المنتخب احسن من مانشستر كتير جدا، انا بشوف ساعات فريد برضه في المنتخب احسن من مانشستر يونايتد. هي ممكن تكون طريقه اللعب كلها ما بتخدمش عليهم، الافراد هنا غير الافراد هنا، كل حاجه. منتخب البرازيل ده منتخب سوبر ستارز كلهم، مانشستر يونايتد عنده لعيبه كويسه لكن عندهم مشكله في التوليفه لسه، خاصه مع تين هاج مؤخرا بدات الدنيا تظبط يعني قبل توقف الدوري الى حد كبير عن البدايه. ولكن انا بشوف ان البرازيل كاسيميرو هو الاختيار رقم واحد لتيتي، بيتهيألي يعني من وجهه نظري الراجل ده مش هيطلع من الملعب طول الوقت، هيفضل موجود، هو اللعيب الستاندنج واللي حواليه